الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأتحفنا بخير نبي أرسل وشرع لنا خير دين شرع وجعلنا بالقرآن خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله القائل سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين إخواني وأخواتي أذكر نفسي وحضراتكم بتقوى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد معاشر الأحبة الأكارم ونحن على استقبال شهر عظيم مبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر الخيرات وشهر البركات ونحن ما زلنا في شعبان وشهر شعبان هو شهر الاستعداد وشهر رمضان هو شهر الانطلاق وشهر شوال هو شهر الاستمرار على الطاعة والثبات عليها لكن علينا أن نفهم أننا لابد أن نستقبل رمضان بقلب سليم بقلب خاشع بقلب يهفو إلى ربه تبارك وتعالى بقلب يعشق الطاعة ويكره المعصية بقلب يقبل على الله تبارك وتعالى
فإنما القلب هو القلب الحي. قال ربنا تبارك وتعالى بعد 39 آية من مجمل 45 آية سورة قاف، قال عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كلنا لنا قلوب، لكن هنا في الآية القلب الحي. لابد أولا أن يكون هناك قراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى، إن في ذلك لذكرى. المقتضى المؤثر أن تكون هناك تلاوة، ثم يكون هناك محل قابل يستقبل ويرسل الإشارة الصحيحة، كما أيضا يستقبل الإيمان والعقيدة الصحيحة من القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن كان له قلب. ولابد أن يكون هناك استماع جيد وتأثير شديد أو ألقى السمع. ثم لابد أن يغيب هناك العوامل التي تبطل التأثر بهذا القرآن الكريم وهو شهيد، غير غافل ولا ساهٍ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وحضراتكم قلوبا سليمة، قلوبا تقية، قلوبا نقية، نستقبل بها شهر رمضان وننتفع به، ويمر علينا رمضان فنستفيد منه ونرتفع إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الأحبة الأكارم، ونحن في هذه الآية الكريمة التي تتلى علينا أحيانا ونستمعها أحيانا، كانت لها مع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع التابعين ومع العلماء، وحتى وقتنا هذا لها شأن عظيم، تعتبر وكأنها عصا تحويلة لكثير من العلماء، وعلى رأس هؤلاء العلماء الفضيل بن عياض. وما أدراك ما الفضيل بن عياض؟ من أكابر العلماء الكرام الذين أبلوا بلاء حسنا في هذا الدين، ومنهم أيضا مالك بن دينار وغيرهم الكثير. هذا الفضيل بن عياض كان مشهورا عنه السرقة والإجرام في السرقة، وكان مشهورا عنه أنه يخاف الناس من سيرته، حتى ليس من شكله، من شدة بأسه وبطشه، فكانوا إياكم والفضيل بن عياض، لا يخرج عليكم في تجارة. فكان الفضيل بن عياض في ذات يوم وقد واعد امرأة أن يأتيها، فأبى إلا أن يأتيها من ظهر الباب وليس من بابه، وإذ هو يخرج على سطح هذا البيت يسمع تاليا لكتاب الله تبارك وتعالى يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ألم يأن للذين آمنوا. فتفكر في هذه الآية وقال: يا ربي آن الأوان، يا ربي آن الأوان، يا ربي آن الأوان. فنزل من عن سطح هذا البيت وقال: لابد أن أجد هناك مكانا بعيدا عن الخلق لأناجي فيه ربي وأعلن توبتي وأستمر على هذه التوبة. فخرج في خربة بعيد عن البيوت، فإذا بقافلة تأتي، وكانت القوافل دائما إما أن يكون معها حادي يشعل الأشعار ويهزي بالأناشيد لينشط الناس، أو يكون معهم قارئ القرآن، أو كليهما. فكان من نصيب الفضيل بن عياض، لأن الله عز وجل رزقه قلبا سليما، نسأل الله أن يرزقنا جميعا قلوبا سليما، لأنه لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالتجار بدأوا يعني يفتشوا المكان ويقولون: لو خرج علينا الفضال هذه الليلة، وفضيل موجود في البيت جانبهم، فما هي إلا لحظات. وبدأ قارئهم يقرأ، فكان من نصيب الفضيل أن يستمع: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقال: يا ربي آن، يا ربي. وخرج وسمعهم وسمعوه وعرفهم وعرفوه، ثم بعد ذلك أبلى في الإسلام بلاء حسنا، الكل يسمع أو قد يسمع عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه. هذه عصا تحويل أيها الإخوة الأحبة الأكارم، عسانا أن نفكر في هذه الآية ونعلم أن هذه القلوب التي هي بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبهما كيف يشاء، كان رسولنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يدعو الله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك، اللهم آمين.
كذلك أيها الإخوة الأحبة الأكارم، كان مالك بن دينار كان كذلك نفس الطريقة، وكان يسرف في الخمر، وهذا الرجل شاب فتي، فتزوج ورزق وكان من الشرطة في وقت بني عباس، فكان يسرف في الشرب وفي الظلم وفي الأشياء التي تبعد عن الله سبحانه وتعالى وتقسي القلب، لكن كانت له أم تدعو له. نسأل الله سبحانه وتعالى من كانت أمه ما زالت على قيد الحياة ألا تحرمه من دعائها. والله الله نسألك يا ربي أن ترحم أمهاتنا جميعا، اللهم آمين. فكانت هذه الأم من نصيبها أن جاءت هذه الدعوة لمالك بن دينار، فلما كان في موقفه هذا وهو في الشرطة في رزق بهذه البنت، فسبحان الله كان كلما يأتي ليشرب الخمر بنت طفلة صغيرة عمرها سنة سنتين تأتي فتنزع الخمر معنى ذي، وكانت تقول له يا أبتي إن الخمر حرام، وهي لم تعد السنتين من عمرها. فلما كبرت 3 سنوات يعني تعلق بها أكثر، فلما أصبحت 4 سنوات تعلق أكثر وأكثر، فكان دائما يأتي من العمل ويعني يضحك معها ويلعب معها ويرفعها كذا، فلما رفعها فوقعت فماتت، فجن جنون مالك بن دينار وكاد أن يموت من إثر حبه لفاطمة ابنته، فكان يسرف في الخمر، وأتاه الشيطان وقال اشرب اشرب واسكر ويعني كن لك مع الخمر موعدا في كل ليلة. فرأى في منامه رؤيا كانت هي بسبب هذه الآية، رأى أنه في عرصات يوم القيامة، ورأى أن ثعبانا ضخما يتجه إليه وحده دون الناس وهو يهرب منه فلا مفر، كلما هرب من هذا الثعبان الكبير أتى خلفه حتى إذا ما كان هناك رجل طيب تظهر عليه علامات الصلاح، قال انقذني من هذا الثعبان، قال أنا ضعيف لا أستطيع أن أنقذك، لكنك هناك جبل فيه هناك بعض من يساعدونك. فلما اتجه إلى هذا الجبل وكاد الثعبان أن يلتقمه وكأنه استسلم، فأتاه ناد من نفسه يقول له لا 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 اذهب واهرب منه ما استطعت، فإذا بهذا الجبل عليه فتيات كثيرات، عرف أن فاطمة منهن، فقد نادته يا أبتي يا أبتي يا أبتي، فجاءت ووضعت نفسها بينها وبين مالك بن دينار والثعبان، فتقول وتذهب وتقول للثعبان هكذا، فتقول يا أبتي هذا نتيجة الإسراف على نفسك في الخمر وفي المعصية وفي البعد عن الله سبحانه وتعالى. قال يا ابنتي ما هذا الثعبان؟ قالت هذا عملك السيء الذي يطاردك حتى في الآخرة. قال من هذا الشيخ الطيب المسكين الذي لم يستطع أن ينفعني؟ قال هذا عملك الصالح القليل لم يستطع أن يشفع لك يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. فما كان مالك بن دينار إلا أن استيقظ تلك الليلة وكان هذا الحلم، فلما ذهب إلى المسجد بيت الله سبحانه وتعالى وجد الإمام يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قسوة القلب أيها الإخوة الأحبة تأتي من البعد عن الذكر ومن البعد عن الله سبحانه وتعالى ومن الأنس بغير الله سبحانه وتعالى. يقول الصالحون يقول إذا وجدت نفسك تميل إلى الجلوس مع من لا يذكرون الله تبارك وتعالى وتنفر من مجالس الذكر ومن أماكن الصالحين فاعلم أن ليس لك قلب، فعاود فحاول إصلاح قلبك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرح هذه الآية ويتلوها أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يقول ابن سعود يا رسول الله ما معنى كيف يشرح الله سبحانه وتعالى صدر أحدنا؟ فيقول يا ابن مسعود شرح الصدر فيه 3 نقاط، أما الأولى فالتجافي عن دار الغرور، والثانية الإنابة إلى دار الخلود، أما الثالثة فالاستعداد للموت قبل نزوله. سن فينا يجلس مع بعض الناس لا يجدهم إلا أن يتكلمون في الدنيا وفي الأموال وفي البنوك وفي الاستثمارات وفي غيرها، وقليل منهم من يذكر الله تبارك وتعالى، فهذا يقسي القلب ويعميه والعياذ بالله. هذا هو التجافي عن دار الغرور. أما الإنابة إلى دار الخلود فالإنسان يذكر الجنة وما فيها، يقرأ القرآن، يحصل العلم،
يذكر ربه تبارك وتعالى خاليا فتدمع عيناه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما ما يتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع، اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع. هذه كانت دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قسوة القلب تبتعد بالإنسان عن هذا كله، فتجعله والعياذ بالله كما قال ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية التي صدرها: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، قال في نهايتها: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نسأل الله العفو والعافية من قسوة القلب. اللهم لين يا رب قلوبنا بذكرك، وأقبل يا رب بقلوبنا عليك يا أرحم الراحمين، وتقبل منا وأحسن ختامنا يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين ولا الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. وبعد، أيها الإخوة الأحبة الأكارم، إن الخشوع في الصلاة وخشوع القلب هو علامة الإيمان. قال ربنا تبارك وتعالى واصفًا المؤمنين فقال: قد أفلح المؤمنون، فالصفة التي تليها: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فخشوع القلب يدل على الإيمان الحقيقي، وإن الله تبارك وتعالى يحب أحدنا أن يكون خاشعا بين يديه تبارك وتعالى. أما يستحي أحدنا كما قال ابن القيم أن يهدي الله تبارك وتعالى جارية ميتة وهو يصلي؟ فكأنك تهدي إنسان هدية فارغة، هدية نتنة، وتعطيها له، وكأننا في الصلاة نفعل ذلك. عندما نصلي فلابد أن يكون القلب متجه إلى الله سبحانه وتعالى، وعندما ندعو الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، كان يتفاعل وينفعل في الدعاء، فكان يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو، لا يدعو كذلك وهو غافل ساهٍ هكذا ويفكر في أمور كثيرة. ويعني يحضرني قول لموسى عليه السلام، فقد رأى عابدا يدعو وشكله متأثر، فقل يا ربي والله لو أنا الله لغفرت له. فقال يا موسى إنك لا تدري، يدعو وقلبه غافل، ما فيش كونكشن، ما فيش صلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. القلب في واد، والتلاوة أو الدعاء في واد آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل قلوبنا، وأن يلم شعثنا، وأن يهدي قلوبنا يا رب العالمين. إخواني، لا أحب أن أطيل على حضراتكم، لكن هذا موسم الطاعات قادم. من لم يعني يجعل قلبه مستعدا للطاعة ويقبل على الله بالخشوع في رمضان، فما أين يعني يقبل؟ ومن لم يتب في رمضان فمتى سيتوب؟ ومن لن تكن له صلة طيبة بالله تبارك وتعالى في رمضان فمتى؟ فهذا شهر قادم فاضل قادم علينا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعله يا رب شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله شهرا فضيلا ليس لنا فقط، وإنما للمسلمين كافة في كل مكان على وجه هذه البسيطة. وأخص بالذكر إخواننا الذين هم مستضعفون في الأرض، والذين هم الآن في الخيام، وليس لهم بيوت كبيوتنا، وليس لهم مأوى كمأوانا. نسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب، وادعوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة أن يفرج الله سبحانه وتعالى كرب إخواننا المكروبين، وأن ينفس هم إخواننا المهمومين، وأن يفرج عن إخواننا المعتقلين والمظلومين في كل مكان. وأخص يا إخوة بالذكر من فقدناه أول أمس، أخونا خضر حمد، كان يصلي معنا الفجر في المسجد، ونشهد له بالإيمان، ونشهد له بالصلاح، وأشهد أنه كان يأتي بأبنائه ليصلي بهم في المساجد ويحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى. فقد خطفته، يعني كلنا سنخطف، ولكن جاءته كورونا، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. هو الآن في الدار الآخرة، ونحن جميعا سنقبل على الله تبارك وتعالى، إما اليوم أو غدا أو بعد غدا. فنستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، وندعو لمن
يعني سبقونا إلى الدار الآخرة بالرحمة والمغفرة. وندعو لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا أن يغفر الله عز وجل لهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا اللهم سببا لمن اهتدى. اللهم نسألك قلوبا نقية سليمة يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب لا تتوفانا إلا وأنت عنا راض. اللهم بلغنا وإياكم رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. آمين آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.